وحشتوني وحشني الاسك بتاعكم. يلا يلا نسأل اسئلة ونرد سوا على بعض. يلا بينا يلا. طيب يا جماعة، للمرة 999,995 ونص، انا لسه ما عملناش فرح، احنا لسه لحد دلوقتي كاتب كتاب بس لسه ما عملناش الفرح الكبير بتاعنا. فاوريدي احنا ما صورناش اصلا موضوع الشقة، ولا جبنا الشقة، ولا فرش الشقة، والكلام ده كله ما عملناش اي حاجة. فاحنا لسه بدري على يعني لسه شوية صغيرين. احنا بنجيب الشقة اهو الحمد لله، ونحاول نفرش فيها والكلام ده كله. هيبقى سلسلة فيديوهات هتعرفوا كل حاجة لانكم مستنيين ده، وهنعمل لكم كل حاجة بس مش كل ما نقول فيه. بصوا بقى، في مشوار بكرة مهم جدا، وهنعمل لكم ستوريز وهنعمل لكم فيديوهات، هنعمل لكم كل حاجة. بس دعوالنا يكمل على خير. بلس بقى ادعوا الحليم عشان هو تعبان جدا جدا. عارفين طبعا لما بنفرح بحاجة جميلة قوي بيحصل شوية تعب كده وضغوط ومشاكل وكده وحسد وحاجات كتير قوي. فدعوا له الفترة دي عشان يبقى كويس، وان شاء الله نفرحكم بكرة. يعني يا رب يا رب المشوار بتاع بكرة ده يكمل على خير. يا سلام. انا اتأخرت شوية عشان انا مهملة، مروحتش اعمل الباسبور بتاعي. فيومين بالظبط اعمل باسبور واطلع على من صح القمر دي موجودة في الاكاونت. بس دول بس اول ما بيدخل حقد او الطمع قلوبهم، او اللي هما انتوا ليه اعلى مننا، احنا عايزين نوصل نفس الليفل في اسرع وقت. طب انتوا لو كنتوا معانا واحدة بواحدة هتوصلوا اكيد، بس اللي هما بيحسبوها حسب غلط فبيخسروا اللي بيكون حابب يشارك في حاجة زي كده. تمام؟ فاحنا ما بنبخلش على حد بحاجه، بنكبر لهم الاكونت بتاعهم، بنخليهم في حياتنا، بنخليهم يحسوا ان هم اخواتنا واكتر، بنخرجهم بنفسحهم كل حاجه جميله بنعملها لهم. ومن هنا بقى بنبدا نكسر قلل، مش قله واحده، قلل سلسله قلل كده بتتكسر قدام الناس دي كلها، كل الناس كانت في حياتنا ومشيت، بنكسر وراهم مصنع قلل وما بنشوفهمش بعد كده خلاص بقى، اللي هو شفافين بس. فبيبتدوا خلاص بقى اللي هو هم اللي بعدوا، احنا ما بنبعدش، احنا بنفضل معاهم للنهايه. هما اللي بيختاروا ده، وهما اللي واحده واحده بيسيبونا ويمشوا. اول لما بيلاقوا نفسهم خلاص بقى على السوشيال ميديا وبقوا ناس عارفاهم شويه بس، فبيمشوا. واحنا يا جماعه انا تعبت. ناس تقول بطلوا مقالب، وناس تقول اعملوا مقالب كتير، ناس تقول مش عارفه انا تعبت، انا مش عارفه اعمل لكم ايه بالظبط. حشتين اكتر انت. طيب في ناس كتيره قوي يعني تعمل كتب الكتاب بتاعها، بعد كده بقى بتجيب الشقه ومش عارف ايه والجهاز، ويعيشوا ويعملوا فرح كبير ويعيشوا بيت واحد. ولا انا لوحدي اللي عايشه عكس الكوكب؟ ابتديت اتعلم بمثل اني بزعل عشان بحب وصالح. خلاص بدي انت عارفه ان انا رد عليكي هيبقى اننا كلنا واحد، كلنا اخوات كل حاجه. فتقريبا مش محتاجه ان انا اقول لك ردي او مش هيفرق، بس الحمد لله ان انا مسلمه يعني. بس